فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: احتاج إلى سيارة للعمل بها وليس عندي نقد نظرا لظروفي المادية، فهل يجوز أن آخذ سيارة بالعقد المنتهي بالتمليك لأجل الضرورة؟ لا، ما يجوز هذا. استأجر لما يسر الله لك، وإذا توفر عندك مال يشتري سيارة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.